بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة بعنوان Design of Blade Builder، الجزء الثالث من المحاضرة Curtailment of Blade Girder Flange Plates. إن الفلانج بليتس في المين جردر أو في البريدجز بتبقى قطاع تقيل، وده بيعلي الكوست بتاعت البريدج، فبنحتاج نعمل ريدكشن للكروس سيكشن للفلانجز او يعني قطاع الفلانجز في المنجر. لو السبان بتاع البريدج اقل من 15 متر يبقى مش هنعمل ريدكشن للفلانجز، مش هنلحق نعمل ريدكشن. لو السبان من 15 ل 30 متر بنقسم المين جردر إلى 3 بارتس، الجزء الأوسط ده بيبقى تلتين السبان، الطرفين بيبقى سودس السبان وسودس السبان. طبعا الجزء الأوسط متصمم على الـ M ماكسيموم. طبعا لما بنرسم الـ envelope بتاع الـ bending moment نقدر نحسب زي الـ المومنت ريزيستنس دايجرام كده، يبقى هنا المومنت قيمته M1 عند سوتس السبان. نقدر نحسبها بالطريقة الابروكسيمت، يبقى M1 هتساوي M ديد ماكسيموم ناقص واحد على تلت على نص اللي هي المسافة دي كل تربيع، زائد M لايف زائد امباكت في واحد ناقص تلت ناقص 6% على 0.44 كل تربيع. الكلام ده هيدينا 5/9 ام ديد ماكسيم زائد 0.6141 ام لايف زائد امباكت ماكسيم، دي قيمة ال M1. لو الكوبري عندنا أكبر من 30 متر يبقى عندنا يتقسم 5 أجزاء، الجزء الأوسط والأجزاء اللي على الطرف الطول بتاعها اللي على 9، الجزء الأوسط حوالي اللي على 2، والجزء البيني ده هيبقى اللي على 4 ناقص اللي على 9 بالنسبة للطول. المومنت هنا M1 M2 M2 هحسبها هتساوي M ديد ماكسيمم 1 ناقص ربع على نص اللي هي المسافة دي، ربع على نص زائد كل تربيع طبعا، زائد ام لايف زائد ام باك ماكسيم 1 ناقص ربع ناقص 6% لو الجزء الستريت في الانفلوب على 0.44 اللي هي نص ناقص 6%، كل تربيع هتدي المعادلة بالشكل ده. والام 1 نفس الكلام، المسافة دي 7/18 ال، هستخدمها في النسبة والتناسب واحسب قيم الام 1. طيب طريقة الكرتلمنت أو الـ methods of curtailment، أول طريقة هم 4 طرق. أول طريقة ممكن نعمل reduction للـ width of flange plate، يبقى نعمل reduction فقط في الـ width ولكن ما نعملش reduction في الـ thickness. الـ reduction طبعا بيبقى لازم يبقى gradual، بيميل 1/5 إلى 1/10، ما يبقاش reduction فجائي وإلا هيحصل تركيز في الإجهاد. طبعا الـ reduction داخل مسافة الـ L على 6، يبقى القطاع هنا هنصممه بعرض بي فلانج 1 ولكن نفس التي فلانج بتاعت القطاع الأصلي، يبقى بي فلانج 1 تي فلانج هتساوي ام 1 على 0.97 اتش ويب في 0.58 الاف يلد ناقص سدس مساحة الويب، يدينا السمك طبعا بتاع نقدر نحسب من هنا العرض المطلوب، نحسب الـ B flange 1. جبنا الـ B flange 1 لازم أعمل تشيك إن هي أكبر أو تساوي 2 اتش ويب على 30 زائد 10 سنتي زائد الـ T ويب لو أنا هستخدم 1 vertical stiffener. البعد ده جاي منين؟ البعد ده هو مقاس الستيفنر أو البعد الرأسي للستيفنر اللي هو البعد في الاتجاه ده، عشان كده إحنا بنعمله طبعا ما يزيدش عن عرض البي. نفس الكلام لو انا هستخدم تو سايد فيرتيكال ستيفنرز يعني ستيفنر من ناحيتين،
يبقى في الحالة دي هنا دي بدل 10 سم بتبقى 5 سم. الطريقة التانية إن أنا بغير، طبعا ده إليفيشن للكاميرا نوت تو سكيل، بغير السمك بتاع الفلانش ولكن بسيب العرض زي ما هو، يبقى عندنا برضو تغيير السمك بيبقى جراديوال بنسبة 1:5 على 1:10. هنا بستخدم جروف ويلدنج، هصمم القطاع ده بنفس العرض بفلانج، والسمك تي فلانج 1 هتساوي ام 1 على 0.97 شوب في 0.58 الافيل ناقص سوتس الاريا ويب. هنا في الحالة دي أنا غيرت السمك، لازم أعمل التشيك بتاعي على سي على تي اف 1 عشان أشوف حالة الكومباكتنس، إن القطاع مبقاش سلندر، تكون أقل أو تساوي 21 على جذر الإفيل. بالنسبة للطريقة الثالثة ممكن نعمل ريدكشن في الفلانج والثيكنس، يعني في عرض الفلانج وفي الثيكنس بتاع الفلانج، يبقى عندنا هنا طبعا بنفس الطريقة انه بيبقى جرادوال بالميل 1:5 إلى 1:10، يبقى البي فلانج في التي فلانج هتساوي المعادلة بتاعت استنتاج الاريا بتاعت الفلانج. هفرض ان البي فلانج هتساوي 15 إلى 20 تي فلانج، اجيب البي فلانج والتي فلانج. لازم اعمل تشيك على العرض بي فلانج طبقا لعرض الاستيفنرز الفيرتيكال استيفنرز، واعمل تشيك على الكومباكتنس بتاع الفلانج برضو سي على تي اف 1 يكون اقل او يساوي 21 على جذر الافيلد. الطريقة الرابعة إن أنا في القطاع من الأول أنا ناوي إن أنا أستخدم كفر بليت، يبقى الفلانج بليت يفضل ثابت في الكاميرا، ولكن في المنطقة اللي في المومنت فيها عالي بستخدم كفر بليت. يبقى في الحالة دي أنا لما ببدأ التصميم ببدأ تصميم قطاع ام 1، بعد ما أصممه وحدد العرض اللي هو البي فلانج والتي فلانج ابتدي اصمم القطاع بتاع الكفر، يعني القطاع اللي عليه الماكسيمم مومنت وبيبقى شامل الكفر بليت. يبقى في الحالة دي عرض الكفر بليت هنسميه بي سي، السمك هنسميه تي سي، واصمم القطاع ده على ام ديدز لايف زائد امباكت الماكسيمم. يبقى زي ما قلنا هنصمم القطاع اللي عليه ام 1 ونحسب البي فلانج تي فلانج، وبعد كده هصمم القطاع اللي عليه ام ماكسيمم ولكن في بي فلانج تي فلانج بالاضافه لبي كفر تي كفر الاريا بتاعت الكفر بليت. طبعا لازم اعمل تشيك ان بي كفر على تي كفر اقل او تساوي 64 على جذر اف فيلد، لان ده بليت مثبت من جنبين، مثبت من جنبين عن طريق خطين اللحام. بعد كده هبتدي اصمم اللحام، يبقى الاس 1 هحسب الاس 1 اكس اللي هي عبارة عن ايه، اللي هي عبارة عن الاريا او الفيرست موت في اريا للكفر بليت اللي هي البي سي تي سي في اتش ويب على 2 زائد تي فلانج زائد التي كفر بليت على الاثنين، يدينا اس اكس 1. احسب الشير فلو واقدر احسب منه سمك اللحام بتاع الكفر بليت واطبق الشروط بتاعت اللحام. بعد كده عايز احسب المنطقة دي اللي هي طول الرباط، يبقى هحسب السايز بتاع اللحام هنا ممكن افرضه يساوي نفس الاس 1 او ممكن اخليه يساوي تي كفر بليت على 2 او ممكن اكبره شوية، يبقى اي فرض بيبقى ممكن. في الحالة دي الفورس اللي في الكفر بليت هتبقى عبارة عن ايه، هتساوي الاكشوال استرس في المنطقة دي هتساوي ام 1 في واي على اي اكس، الاكشوال ستريس ده هضربه في الاريا بتاعت الكفر بليت يديني كومبريشن فورس
او التنشن فورس اللي موجوده في الكفر بليت في المنطقه دي. المفروض الكلام ده هيساوي ايه؟ هيساوي يعني القوه اللي في اللحام اللي في منطقه الكفر بليت دي هتساوي القوه في اللحام في المنطقه دي، هتساوي ال ال دي اللي هو الديفلوبمنت لينث مضروب في 2 اس 2 مضروب في الريزيستنس بتاعت اللحام اللي هي الاف بيرميسيبل ويلد بوينت 2 اف التيميت. من هنا اقدر اجيب الديفلوبمنت لينث، وطبعا اقربه للاكبر عشان احسب الديفلوبمنت لينث. اخر تشيك اللي هو بعمل تشيك على الويب باكلينج في المنطقه دي نتيجه البندنج افكت. ايه اللي بيحصل هنا؟ اللي بيحصل ان الاسترس هنا كان اقصى ما يمكن، هيقعد يقل جرادوالي لان المومنت بيقل مع ثبات القطاع. هنا القطاع اتغير مع قيمة M1، يبقى الاسترس هنا وصل برضو لقيمة القصوى بتاعته، ولكن هنا في شير استرس عالي نسبيا. يبقى شير استرس عالي مع بندنج استرس عالي، يبقى لازم اعمل تشيك على البندنج نتيجة الباكلينج. المعادلة دي موجودة في الكود، ان الـ F بندنج اللون المفروض هتساوي 8/10 ناقص 0.36 كيو اكشوال، اكشوال شير ستريس في المنطقه دي. طبعا ممكن احسب الشير ستريس من الانفلوب، وممكن احسبه من حالات التحميل على الكيو بي. الكيو بي حسبناها واحنا بنعمل تشيك على الباكلينج ستريس، بنحسب الاسبكت ريشيو، بنحسب الكي كيو واللاندا كيو، ونطلع الكيو بي. طبعا ده فاكتور مضروب في الاف ييلد، طبعا لا يزيد عن 0.58 الاف يلد، لو زاد هاخده يساوي 0.58 الاف يلد. الكلام ده هحسب ام ماكسيم على اي اكس في الواي، ام ماكسيم في المنطقه دي طبعا اللي هي تعتبر ام 1 على اي اكس في الواي، لازم تكون اقل او تساوي الاف دي.